قمت بهذه المبادرة من باب التسهيل وكسر الحواجز والعقوبات أمام المصابين في تلقي خدمة العلاج الطبيعي والخدمة التأهيلية على وجه الخصوص. وطبعا هذه المبادرة قمنا فيها باجتهاد شخصي من باب تقديم وتسهيل الخدمات التأهيلية لشحها في المستشفيات والمراكز الصحية. طبعا في خدمة التأهيل بنلتجئ من الأدوات الشخصية اللي من داخل الخيم، بنستخدمها في تأهيل ومساعدة جزء بسيط ويسير على المصاب في تأهيله لوضع مستقر وفي حالة أفضل. كمبادرين شخصيين بنحاول نوصل لأكبر قدر ممكن من المصابين الحرب أو الإعاقات الحركية في باب التسهيل أيضا لتلقي الخدمة وكسر الحاجز وتوفير الوقت والجهد أمامهم. تم طرح علي الفكرة الشبابية اللي عاملينها الشباب، المبادرة بصنع طرف صناعي بأقل الإمكانيات ومساعدتنا في العلاج الطبيعي. بنتمنى إن شاء الله يتم دعم هذه المبادرة ليتم التكملة لمساعدة جميع الجرحى وكل من يحتاج إلى خدمة لتقديم خدمة لهم.